السلام عليكم، مرحبا محبي النباتات، أهلا بكم. عيد المبارك وكل عام وأنتم بخير. مع أجواء العيد وأجواء الحارة أو الساخنة، لا ننسى أن نتفقد نباتاتنا، لأن هناك أنواع كثيرة من نباتات الزينة تعطش بسرعة. في هذا الفيديو سأذكر لكم بعض الأنواع التي تعطش بسرعة، أنواع من نباتات زينة معروفة، جميلة الأوراق. هذه الأنواع يجب ريها عدة مرات في الأسبوع في هذا الجو الساخن. الري يكون لهذه الأنواع يوم بعد يوم، كمية قليلة حتى لا يكون ري زائد، أو كل يومين حسب الأنواع. مثل نباتات الجيرانيوم، خاصة إذا كانت مزروعة في أسس، فإنها تعطش بسرعة لأن الأصيص لا يكفي مع هذا الجو الحار. يتبخر الماء من سطح التربة ولا يستفيد النبات كثيرا من هذا الري، لذلك يجب أن يكون الري في وقت مبكر جدا، في الصباح الباكر أو في المساء، وكذلك حسب نوع التربة. التربة الرملية وتربة المخلوطة بالرمل تكون منفذة بشكل سريع للماء، لذلك النبات يعطش بسرعة مع هذا الجو الحار. سأذكر لكم اليوم بعض الأنواع التي تعطش بسرعة والتي تحتاج إلى ري خلال الأسبوع. كما ذكرت، أنواع تحتاج إلى ري يوم بعد يوم، مثل نبات البولكا. هذه البولكا الرقطة من النباتات التي تعطش بسرعة. انظروا، بدأت تذبل الأوراق نتيجة الحر الشديد وجف سطح التربة بسرعة. هذا النبات يعطش بسرعة، لذلك يفضل ريه يوم بعد يوم حتى نحافظ عليه. طبعا الري يكون كمية قليلة فقط حسب حاجة النبات. دم الغزال، هذا النوع انظروا أصبح ذابل، أعطيته ري منذ قليل، أصبح ذابل، الأوراق ذابلة. هذا النبات يعطش بسرعة، ومن النباتات التي تتضرر بسرعة من حر الصيف. القرطاسي كذلك من النباتات التي تعطش بسرعة، والوينكا كذلك من النباتات التي تعطش بسرعة. أيضا الحبق والأعشاب العطرية تعطش بسرعة، مثل الحبق تحتاج إلى ري مستمر. وفلفل الزينة، هذا النوع، هذه الأعشاب، هذه النباتات، وكذلك النعناع والأعشاب العطرية كالزعتر والخزام والميرمية، كلها نباتات تعطش بسرعة تحتاج إلى ري. أيضا العطرشة كذلك، هذه الأعشاب أو النباتات العطرية تحب الري، يفضل ريها في الجو الساخن يوم بعد يوم أو كل يومين حسب حجم النبات وحجم الأصيص. وتذبل للأسف، وكذلك النباتات المزهرة أيضا مثل القحوان، هذه الأنواع المزهرة، هذه الأنواع تعطش بسرعة، لذلك تحتاج إلى ري، خاصة إذا كانت في أصيص لا يكفي مثل هذه، أصيص صغير لا يكفي لحاجة النبات من الماء، يجب ريها يوم بعد يوم الأفضل في هذا الجو الساخن. إن شاء الله نباتات جميلة. نباتات الأسبارجوس تحتاج إلى ري مرتين في الأسبوع تكفي لهذا النبات. سجاد كذلك. بالنسبة للجيرانيوم كما ذكرت، تحتاج إلى ري مرتين في الأسبوع تكفي. معظم النباتات تحتاج إلى ري في هذا الجو الساخن في وقت مبكر أو في المساء قبل الغروب،
وبكمية مناسبة لحجم الأصيص وحجم النبات. إذا كان النبات بحجم متوسط نعطيه حوالي كأسين من الماء هكذا مثل هذه البولكا. كما ذكرت البولكا تعطش بسرعة، هذه كذلك. سطح التربة جاف، هذه وهذا النبات السذاب كذلك. نحاول دائما أن نترك حيز حوالي 2 سنتيمتر أو 1 سنتيمتر في الأصيص، يسمح بتجمع الماء حتى يمتص النبات المياه ببطء ويستفيد. هذه الأنواع كما ذكرت تعطش بسرعة، وكذلك السرخس من النباتات التي تحب الرطوبة، لكنها على العموم السرخس يقاوم لوجود بعض الدرنات التي تحتفظ بالماء أسفل النبات. كذلك العنكبوت من النباتات التي تحتفظ بدرنات أسفل النبات. ما شاء الله، هذه الزينيا كذلك، انظروا كيف هي، أوراق ذابلة مع هذا الحر. هذه نبتة الزينيا، ونبات الزينيا من النباتات التي تعطش بسرعة، تحب الري. الألوفيرا كذلك نباتات تحب الري، يجب أن لا نغفل على إعطائها الماء. رغم أنها صبار يجب ريها مرتين في الأسبوع إذا كان الجو ساخن جدا، حتى نحافظ على هالوفيرا خضراء إن شاء الله وبها جل كثيف، لأنه إذا أهملنا ري الألوفيرا سيجف الجل من النبات وتعطش ومبتاه. لذلك يجب أن لا نغفل عن ري هذه الأنواع الجميلة التي تعطش بسرعة. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.